في تجمع جواري جمعه بمناضلي الأرندي بولاية الأغواط، أكد المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي أن أفضل رد على تدخل البرلمان الأوروبي يكون بالتوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم 12 من ديسمبر المقبل. أنتم من يملك الرد الحقيقي على هؤلاء، أنتم من يكون كفيلا بتقديم الدرس لهؤلاء، وهذا لا يكون إلا يوم 12 ديسمبر. 12 ديسمبر هو يوم تاريخي بالنسبة لنا، لأننا سيكون الجسر الذي تمر فيه الجزائر من الوضع الحالي إلى وضع أكثر أمنا واستقرارا. وفي حديثه عن النساء أكد ميهوبي أن برنامجه يصبو إلى دعم المرأة المنتجة مع ضمان تسويق مخرجاتها عن طريق مؤسسات الدولة. النساء اللي يحترفوا بعض المهن في الصناعة التقليدية اللي راح يمكنوهم أيضا من أشياء مهمة، وهذه الأشياء يعني يمكن أن نقدم لهم قروض يعني محدودة لتسهل لهم عملية تقديم الإنتاج تاعهم، ويمكن للدولة من خلال مؤسساتها أن تشتري هذا المنتوج حتى موش فقط يبقوا ينتجوا، يبقوا يتفرجوا شكون يشتري عليهم. هذا وكان عز الدين ميهوبي قد تطرق لدعم السياحة الروحانية بولاية الأغواط، خاصة مع تواجد مقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي.